طيب في الفقرة دي هسألك أسئلة سريعة وهتجاوبني عليها وهتكون إجاباتك من اللعيبة المحلية. أوكي. مين صاحب أقوى تسديدة؟ حالياً؟ بشكل عام بقى حالياً بالنسبة لك، احنا بنسأل بقى بشكل عام وبالنسبة لك. حسن عبد رب مدام أقوى تسديدة عامة يعني. مين أحسن لعيب بيرقص في أوضة اللبس؟ بيرقص في أوضة الكهرباء. أحسن لعيب بيعرف يلبس؟ السلية. طيب أكتر لعيب شايف إن دمه خفيف؟ شادي حسين، عشان صاحبك برضه بموت فيه. بقى يسمع أغاني بصوت عالي في أوضة اللبس؟ محمد حسن. عمل لكم قلق ها؟ ماسك السماعة بتاعته محدش بيشغل أغاني غيره والأغاني اللي على مزاجه هو بس، وغصب عنك هترقص عليها. هترقص معايا؟ هو هترقص معايا. جميل محمد حسن. مين أسرع واحد في الملعب؟ أسرع لعيب لعبت معاه؟ لا مش شرط لعبت معاه، بالنسبة لك. بالنسبة لي عامة يعني لا صلاح. ولو هنختار من هنا؟ لو حد مصري؟ هو صلاح مصري بس بيلعب بره، هنختار من هنا. اجيب حد مش موجود عشان كده. هو انا اسرع حد شفته سريع بقوة هو شادي. لا احنا كده كل اجابات شادي. خلي بالك انا هقولك شادي كتير بس عشان لقيت معاه عارف هو ايه كويس. فعشان كده انا يعني مش هقول كده وخلاص يعني. مش هقول كده عشان هو صاحبي خالص يعني، انت اكيد الناس متابعه وعارفه، مفيش حد هيسبقه، هو سريع وبقوه ففرقه معاه جدا. افضل حارس مرمى بالنسبه لك؟ الشناوي. بصراحه فقره الصراحه هسالك شويه اسئله وتجاوبني عليها بكل صراحه. بصراحه امتى اخر مره عيطت؟ بص انا مش بعيط كتير ومحدش بيشوف دمعاتي خالص يعني. عارف عيطت مرتين في خلال 7 سنين. المره الاخيره لما مشيت من سيراميكا عشان الموضوع كان صعب عليا جدا، بس ده كان بيني وبين نفسي بس، ومفيش مخلوق يعرف بالموضوع ده خالص. والمره الثانيه كان يوم ماتش القناه اللي ما صعدناش فيه، اللي هو مش السنه اللي فاتت، لا اللي قبليها. الماتش واقف معانا على جون. انا جبت جون في الدقيقه 92 تقريبا، وفضل لنا جون ونصعد دوري ممتاز. طبعا تعب سنه كامله وقبليها كام سنه. واحنا واقفين على الماتش دوت وجون. والناحيه الثانيه كان اف سي مصر اللي صعدت فيها ديت، اتعادلوا خلاص يعني، احنا نجيب الجون نصعد دوري ممتاز خلاص. كلها حاجات كوره. مفيش حاجه بره. لا مفيش حاجه تاثر عليها بره اصلا. بصراحه اوصف طفولتك بكلمه من الثلاثه، قسوه ولا حرمان ولا راحه؟ طفولتي؟ اكيد انت فاكر طفولتك طبعا. لا راح. كنت مرتاح في طفولتك؟ ما كانش فيه مشاكل خالص؟ اكيد كان فيه مشاكل، بس بصي انا دايما لما باجي اتكلم مع نفسي مش بحب ابص لنفسي في الحلو. دايما بقول ايه، انا كنت زمان يعني، دلوقتي مثلا بقول مثلا مش اكل الاكل ده، فبقول ايه ده، انا كنت زمان باكل اي حاجه اي حاجه، فمعلش مش هتكلم دلوقتي حاجه اتكلم على ده ابقى ممروط. لا ده كده حلو بالنسبه لي. فانا بالنسبه لي انا والدي ووالدتي واخواتي واهلي عايشين الحمد لله، وعايشين في شقه محترمه وقاعدين في مكان محترم وبناكل اكله كويسه، اكيد مرتاح الحمد لله. اكيد في ناس عايشه اوحش مني يعني، اكيد انا بالنسبه لهم هم بيتمنوا ده وانا بتمنى حاجه تانية، فاكيد لا الحمد لله بروح يعني. بصراحه لو وصل لك كلام ان في لعيب في فريقك بيتكلم عليك كلام وحش من ورا ظهرك، هتروح تتجاهله ولا هتتخانق معاه؟ لا مش هتخانق معاه، بس راح اكلمه. تروح تكلمه وتعاتبه؟ راح اكلمه اقول له انا عرفت ان انت قلت كذا كذا كذا، لان ممكن يكون الكلام ده ما حصلش، والكلام اللي اتقال لي مثلا هو اللي عايز يكبر الموضوع مثلا. هقول له انت قلت كذا كذا كذا، هل الكلام ده صح ولا مش صح؟ ونقعد نتكلم. ممكن يكون هو فعلا قصده بس قاله بطريقه ثانيه، الطريقه نفسها بتفرق في الموضوع كله. فممكن يكون هو قصده حاجه ثانيه وانا فهمت حاجه 10 ونعمل مشكله، لكن لا لازم اروح من حقه عليا ما دام انا وهو كنا في طبق واحد وبقى صاحبي وقلت عليه كلمه صاحبي، لا لازم اكلمه طبعا. بصراحه مدرب شايف انه ظلمك وهتجاوب بقى، ما انها لا انا ما ظلمتش، انا ظلمت نفسي. مفيش مدرب ظلمك؟ لا انا اللي ظلمت نفسي.